أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم نبض الاتحاد، ومثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف ضيفا مميزا، ومن زاوية رجال الأعمال والمهندسين دعونا نرحب بالمهندس علي محمد الكعبي. يا أهلا وسهلا. في البداية أسعد الله أوقاتك مهندس. الله يعطيكم الصحة والعافية، وشكرا على القدوم وشكرا على هذه المقابلة. الله يعافيك. طبعا مهندس علي محمد الكعبي صاحب مؤسسة نيبون التجارية. خلينا نحدث في البداية السادة المشاهدين عن المهندس علي، تفضل. الله يعطيك الصحة والعافية. المهندس علي محمد الكعبي مهندس، اشتغلت في قطاع النفط والغاز، واشتغلت ايضا في عدة قطاعات اخرى. اركز بشكل رئيسي على اللي هو تأسيس الشركات الجديدة، ايضا اركز بشكل رئيسي على موضوع اللي هو التجاره، موضوع التصنيع، وحاليا ان شاء الله داخلين في موضوع الابتكار باذن الله عز وجل. طبعا مهندس علي، في البدايه انت كنت كموظف، اكيد حضرتك ما صار عندك مؤسسه من فراغ او ما دخلت في مجال معين من فراغ، وحدثنا شوي او خلينا نشجع الشباب اللي حاليا متخرجين جديد وحابين انهم يدخلوا الحياه العمليه، خلينا نشجعهم اكثر. كيف كانت بدايتك وكيف وصلت لهذا النجاح؟ طيب، في البدايه حاب اتكلم عن موضوعين او محورين رئيسيين. المحور الاول هو كلمه سيدي الشيخ عبد الله بن زايد، كان موجود في مؤتمر الله يطول في عمره، فتحدث عن كلمة بالفعل يعني مهمة جدا لأي شاب مقبل على التجارة أو على خوض غمار تجربة الاستثمار. هي كلمة كانت واضحة جدا بأنه على جميع شباب الوطن التوجه بطريقة أو أخرى إلى عالم الاستثمار، عدم الخوف من هذه التجربة، وأيضا عدم حصر تفكيرهم في الوظيفة الحكومية. أكيد. لأن القطاع الخاص رافد مهم جدا للاقتصاد الوطني، فمهم جدا أنه الشباب ما يترددوا في خوض هذه التجربة. أيضا مهم جدا عدم حصر تفكيرنا في زاوية الوظيفة فقط. صحيح. أيضا خلينا في البداية نخبر السادة المشاهدين عن مؤسسة نيبون التجارية، وشو الخدمات أيضا اللي بتقدمها المؤسسة؟ نحن مؤسسة نيبون التجارية مؤسسة أنشئت عام 2017، مؤسسة تقريبا من سنتين ونص أو من ثلاث سنوات. بدأنا بفضل الله عز وجل بداية متواضعة جدا في اللي هو تغليف وتعبئة المواد الغذائية، ثم انتقلنا بالتدريج، وهنا أنصح جميع الشباب اللي حابين يدخلوا في عالم التجارة بالتدرج. صحيح. عدم صعود السلم مرة واحدة، درجة درجة، حتى يستفيد المستثمر، حتى يتعلم المستثمر، أيضا حتى يكسب الخبرة. صحيح. من التجارب اللي راح يخوضها. صحيح. خلينا نخبر سادة المشاهدين عن موقع المؤسسة وكيف ممكن يتواصلوا مع حضرتك أيضا، وشو الخدمات اللي بتقدمها. هي خدمات مثلا ممكن تقدمها لهايبر ماركت، لسوبر ماركت. صحيح. لمين بالضبط؟ خلينا نحدد الفئات اللي أنت عم تتعامل معها. نحن حاليا قاعدين نتعامل مع السلع الغذائية مبدئيا، اللي هي المي. جميل. قاعدين نستورد مياه من برا من أوروبا، قاعدين أيضا نستورد أو نتعامل مع مصنعين من السوق المحلي، فما شاء الله السوق المحلي عندنا جدا واعد. صحيح. جدا جدا واعد، وحتى تجربتنا خلال السنوات الماضية أثبتت الجانب هذا، كرافد مالي، كتعاون، كثقة، كاستمرارية. أهم نقطة تقريبا في عالم الاستثمار أو التجارة هو تنويع الاستثمار. نحن عندنا في المؤسسة حاليا قاعدين نتعامل مع السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، المياه، والحمد لله من فترة كنا مشاركين في معرض الغذاء في أبوظبي سيال 2019، فالحمد لله وقعنا بعض الاتفاقيات اللي إن شاء الله راح يعني تثمر في القريب العاجل، وإن شاء الله راح يعني نقدر نقدم خدمات أفضل وأفضل للسوق المحلي بإذن الله عز وجل. آمين. أكيد مهندس علي عندك طموح وأهداف لحضرتك وأيضا للمؤسسة، خبرنا شوي عن أهدافك وطموحك، خلينا نشجع أيضا الجيل الصاعد حاليا. الهدف الرئيسي بصراحة اللي هو خدمة المجتمع. حاليا نحن عايشين في مجتمع، ويعني وهي رسالة أوجهها لكل شباب الوطن،
المجتمع هذا يتوقع منه الكثير، لأنه يعني الحكومة جزاها الله خير، الشيوخ جزاهم الله خير الله يطول في عمرهم، ما قصروا معنا، أسسوا لنا البنية التحتية، بنية تحتية قوية الحمد لله. هناك أمن وأمان، هناك استقرار. أعتقد لازم الآن على الشباب يردوا جزء من هذا الجميل. بالنسبة لبيئة العمل والاستثمار في الإمارات، الحمد لله اليوم عندنا اللي هو الأمن والأمان، عندنا الاستقرار، وهم الوعاء الرئيسي لأي مستثمر حاب يستثمر. أنا أذكر كتاب قرأته، الكتاب هذا فحوى الكتاب أو الهدف الرئيسي من الكتاب أنه كان يتكلم عن أنه الاستثمار هو عبارة عن أموال قاعدة تلف حول العالم كالطيور المهاجرة، وهي تقع في المكان المناسب. هذا الاستثمار محتاج جذب، والحمد لله رب العالمين دولة الإمارات وفرت بيئة جاذبة جدا للاستثمار. الحمد لله اليوم الأموال متوفرة، البيئة المناسبة متوفرة، الأمن والأمان متوفرين، البنية التحتية أيضا متوفرة. فهذا أكيد راح يعزز كمنظومة، راح يعزز بشكل كبير قدرة أي مستثمر أنه يستثمر أمواله هنا بطريقة صحيحة. أيضا في نقطة مهمة جدا اللي هي ما يسموها الانتجريشن أو التكامل. اليوم نحن عندنا بيئة أيضا متكاملة، إذا حاب على سبيل المثال نتكلم عن قطاع البنية التحتية، النظام المصرفي في دولة الإمارات، نتكلم عن جانب اللي هو التشريعات والقوانين الموجودة. أيضا ما نغفل دور وزارة الاقتصاد في هذا الجانب، لأنها بصراحة وزارة قاعدة تدعم بشكل كبير الشباب المقبلين على الاستثمار والتجارة. صحيح. وغير هيك نضيف نقطة التسهيلات يلي عملوها دولة الإمارات أيضا. بالفعل صاروا مثلا أي شخص ما ياخد إجراءات يومين وثلاثة وأسبوع مثل أي دولة أخرى، صارت تسهيلات جدا سهلة. بخبرنا عن هذا الشيء. بالفعل نحن أيضا يعني لمسنا هذا الجانب أختي من قبل، حيث أنه الأتممة في مؤسسات الدولة يعني وصلت لمرحلة الحمد لله يعني متقدمة. اليوم أيضا الاستثمار، إذا نتكلم عن الجانب الاستثماري اللي رحاب يدخل في هذا الجانب، راح يلاحظ أنه الحمد لله المعاملات صارت تنجز في أوقات وجيزة، أوقات قياسية. واحد من أهم العناصر اللي ممكن اليوم نتكلم عنها اللي هو مشروع محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصندوق خليفة. هذه أيضا مشاريع مهمة جدا، ولكن يجب خوض الغمار فيها، يجب التواصل معهم. في ناس كثير يعني بيحكموا قبل ما يجربوا، أنا أقول لهم لا، تواصل معهم، اعقد اجتماعات، لا تخاف من تجربة الاستثمار في بنية تحتية ممتازة. الأهم من هذا وذاك أنه في معارض ما شاء الله، معارض دولية يعني صارت تختصر الوقت والجهد. اليوم بدل لا تلف العالم كامل عشان تعرف المنتج المناسب لك ولشركتك، لا، ممكن تروح على المعرض مباشرة وتحصل الشركات وتعقد الاتفاقيات، وهذا الحمد لله اللي قاعدين نلمسه في دولة الإمارات. الحمد لله. أيضا خلينا نحكي شوي عن نعمة الأمن والأمان طبعا اللي كل الدول العربية تعرفها عن دولة الإمارات. خبرنا شوي عن نعمة الأمن والأمان الموجودة حاليا في دولة الإمارات. اللهم لك الحمد والشكر. بالنسبة لنعمة الأمن والأمان هذه يعني أبرز من عين الشمس مثل ما يقولوا في دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم دولة الإمارات تعد إحدى أكثر الدول أمنا على مستوى مش فقط العالم العربي، على مستوى العالم. صحيح. هذا ما صار بسبة يوم أو يومين، وهنا أكيد يعني الواحد لازم يتوجه برسالة شكر للمؤسسات الأمنية في الدولة، للقائمين على هذا الجانب، وشكر خاص أكيد لوزير الداخلية الله يطول في عمره على يعني تطوير هذا الجانب المهم. اليوم أكيد أي رأس مال، يعني دائما نحن نتكلم يعني كتجارة أنه رأس المال جبان. صحيح.
فرأس المال بدون أمن ما راح يكون موجود أبدا. فالحمد لله الأمن ما يحتاج أبدا للنقاش والحديث عنه في دولة الإمارات، لأنه قوي جدا ويعني ممتاز، وصل ما شاء الله لمراحل متقدمة في هذا الجانب. صحيح، الله يديم نعمة الأمن والأمان على حكام وشعب دولة الإمارات. آمين يا رب العالمين. أيضا في نهاية برنامجنا دائما وأبدا بنوجه رسالة شكر للشيوخ وحكام دولة الإمارات. تفضل. أوجه طبعا رسالة شكر لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الله يطول في عمره، ولسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد على الدعم اللامحدود اللي يقدمونه لشباب الوطن، ليس فقط في التجارة والاستثمار ولكن في كل الجوانب الأخرى. وأيضا هنا لا أغفل دور سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة على الدعم اللامحدود، على التواصل مع الشباب، على دعم أي شيء جديد في عالم المال والاستثمار. وأيضا في نهاية برنامجنا مهندس علي، خلينا نخبر السادة المشاهدين عن موقع المؤسسة طبعا، وكيف ممكن للتجار أو أي شخص حابب يتعامل مع حضرتك كيف بقدر يوصل؟ هو بالنسبة للتواصل نحن موجودين في إمارة الفجيرة في منطقة الحيلة الصناعية، عندنا موقع اللي هو www.nibonfoodstuff.com. أي شخص ممكن يتواصل معنا في أي وقت، وأهلا وسهلا فيهم. أكيد مهندس علي، طبعا أكيد الإيميلات والويب سايت وأرقام التليفونات أيضا حيكونوا في أسفل الشاشة أعزائي المشاهدين. في نهاية برنامجنا نتشكرك مهندس علي على الاستضافة الجميلة. الله يعطيكم الصحة والعافية، وشكرا لقناة سما الخليج على هذا الدعم وعلى هذا التواصل. الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم سما الخليج وعلى السوشيال ميديا.